أزيد من 25% مساهمة ولايات الجنوب من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما يساهم قطاع الفلاحة بنسبة 73% في تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية، وهو ما يبرز التطور الملموس الذي سجله القطاع في السنوات الأخيرة حسب ما أفاد به وزير الفلاحة خلال أشغال المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. يساهم القطاع حالياً بقيمة 25 مليار دولار، كما يساهم بنسبة تغطية غذائية من الإنتاج الوطني تساوي 73% من الاحتياجات الوطنية. كما تساهم مناطق الجنوب بنسبة 25.7% من قيمة الإنتاج الوطني. أرقام يمكن لها أن تأخذ المنحنى التصاعدي في حال إعادة النظر في عملية توزيع العقار وتنمية الشعب الاستراتيجية، ناهيك عن ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي من شأنه إعطاء نفس جديد للقطاع. ويطالب الاتحاد كذلك بترسيم المجلس الأعلى للفلاحة المنصوص عليه في قانون 2008. واليوم يعيش القطاع الفلاحي قفزة نوعية في مجالات عديدة، منها على الخصوص تسويق المنتوجات الفلاحية في الخارج، وهذا التحدي يجب المضي فيه إلى أبعد الحدود وخاصة في إفريقيا. وفي هذا الصدد توجيهات جديدة تضمنتها ورقة طريق وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع من خلال تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في توفير مناصب الشغل.